الاسكنسيت دي وجهز قوي. واجي بيعلك شاب ولا لك حب الحق لا حصل وقت شاب دي وجه الحبس. مسخوطة زميلي والله، لا مسخوطة خوسي، هذا مسخوط ربي، هذا والله لا مسخوط ربي، والله يعفو عليك يا بيلي، الله يعفو عليك، الله يهديك. قالكم هاي تور والفرناس ما يبقاوش، نطلب الله السلام. نعم اخوتي كيف ما كتشهدوا بلا، لا هو غادي شوف انت، ها هو محي، حنا حيت له الصوت دابا، ها هو بحال شي زيزون كيهضر دابا، ها هو شوف شوف شوف، دابا ضرب لي هذا الفيديو، ضرب لي هذا الفيديو، دابا ندلك خدمتك. السلام عليكم متابعي قناة أبو حفص حيلي، مرحبا بكم. قبل مشاهدة الفيديو لا تنسى دعم المقطع بلايك، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد. دمتم أحرار والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا وسهلا بكل الأصدقاء، كنحيي كل محبين وكل مؤيدين ديالنا، تبارك الله عليكم اخوتي اينما كنتم داخل ارض الوطن او خارجه. الخوت والحباب كيف ما كتشاهدوا هذا المشهد، هذا انتم كتشاهدوا هذا بلال ديالنا، كندعيو معاه بالهدايه، الله يهديه. نعم ومن حقنا ننتقدوه، هو بما هو عامل العباده ومحيح نقدموا له النصيحه. نعم بلال، نهديو لك النصيحة، الله وعسى تعمل تقر فيك، الله وعسى تبان عليك. ايوا هادي حالة بلال، ايوا مغربي مشى لتركيا وسكران ومحيح وكيسب البلاد، وكثر من هذا سبيتي الله، سبيتي القرآن الكريم، كتستهزأ بالمسلمين، كتقول لحيا كذا، ها كتعرف تكلم اخي، فمك كيخرج منو ها الشر والعياذ بالله. لا صاحبي ورد بالك وما تطغاش يا صاحبي، ما تكبرش ولا تمشي في الارض مراحة، اتواضع معنا صاحبي وتوب لله، توب الى الله، راه تنزل عليك شي صاعقه من السماء بالله تمشي فيها، راه انت لا تسمن ولا تغني من جوع. فهمتي ولا راه انت بحال شي نقطة في البحر، نقطة لا انت ولا انا معك، ورد بالك وعرف راسك اش كتقول. شي مقطع بلال يلا نسمعو شوية الكلام ديالك، اسمع. كيضحك هذيك، بحال اللي بغيتي تقول ليها زوينة، بحال اللي بغيتي تقولها زوينة ولكن كتخسر الهضرة. يلا عاود عاود. هو كيبيع عليك الشاب ولا لك حب الحق لا حصل وقت الشاب يدي وقت الحبس. سمعت اخوتي شنو قال؟ كضحك اخي، قال لك هما كيبيعوا لك الشرب ولا حصلوا كتشرب يديوك الحبس. ضحكني بادي والله، الا ضحكت من قلبي والله العظيم. واخا كمل ابي كمل. الدين ديما كيفاش بيلا قلتي يعني عندك يمك ومكانش يمك وانت شنو زعما تيري فينا ولا؟ الله يا بيلا كتسب فينا صاحبي، ياك ما تسالي معنا كاملين ولا صاحبي، ولا لا خصك تواضع معنا صاحبي، تواضع مع خوتك صاحبي، تواضع صاحبي تواضع، بزاف هادشي هذا. واخا كمل كمل بيلا كمل كمل سمعوك. كتصور الطوموبيلات ديال البوليس ديال تركيا، الدنيا هانيه تما. كمل. مال اليوتيوب دما غايبه مالو؟ قلنا بلال، قلنا بلال دابا هينصحنا. نشوفو ما تعرفش. يلا بلال يلا كمل. ديال الجاهلين ديالنا هما المغاربه. الله الا انت غايبين على عندنا نسالك. الله الا كلامك صحيح. كمل. راه ما نساشي، راه ما عندنا ما نسالوه، قالك حتى هو منا، حتى هو مغربي. هايدا كمل 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 كمل.
شو قلت شهر فيه؟ عاود عاود هنا عاود. شو قلت شهر فيه يا بلال؟ عاود قول الحق عاود. وحشومة عليك يا صاحبي، تسبنا بهاد الكلمة هادي. مش حشومة عليك يا صاحبي دابا، أقول ماشي حشومة وعيب عليك يا صاحبي، والله تا حشومة عليك يا صاحبي، تسبنا هيدا يا صاحبي. حشومة عليك يا صاحبي تقول فينا هاد الكلام هذا يا صاحبي. إذا دابا هنا كتسمى ضربتي الناس اليوتيوب كاملين كاملين، سبيتيهم ما سلم منك حتى واحد. واخا كمل يا بلال كمل كمل. الله أكبر، قالك هاللي كيطلع لهم خوال خاوي، أنت أش كتقدم لنا بلال؟ انا ما عمري شفت هذاك الشيء محتوى زوين. نشوفك اما كتضرب غديله ولا كتضرب الشيشه. اه صراحه صراحه واقيلا شي مره شفت شي فيديو ديالك شي كلب دزتي فيه في الطوموبيل، والله اعلم فهمتي، والله اعلم دزتي فيه غسلتي الكلب الطوموبيل ديالك دزتي فيه غسلتيه. اخوتي لهم اخوتي شي واحد كاتز بالطوموبيله وغسل هذا الكلب، ودابا هو باقي الاخ ديالو، دابا انا هنديه للدار وانتهى الله فيه. وداك الكلب فين مشى بالحق؟ ما كملتيناش لي سطوار ديالو كاع، ما كملتيه لنا. خصك خصك تبين لنا داك الكليب فين هو. ايوا انت عملتي بيه الفيديوهات ودبرتي على راسك صافي. واخا كمل كمل، دابا نكملو بعدا. كملنا كملنا، سمع سمع. يا بلال يا ترانكيل، يا 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 بلال كدخلكم في حاجة العقال. كمل كمل. صاحبي علاش تسب في الدين صاحبي؟ علاش حشومة عليك يا بلال؟ كتسب في الدين صاحبي؟ كتعرف شنو الدين صاحبي؟ إن الدين عند الله الإسلام بلال. كتسب الدين بلال؟ نعطيك يا بلال واحد الموقف من المواقف ديال سيدنا بلال. أنت السمية ديالك زوينة ولكن ما تستاهلهاش. تاك قلتي بانك تحيد ما تحيد، لا حيد هاد السميه، ما تخليهاش في العتيق ديالك، بدل السميه، سمي راسك شي سميه وحده اخرى، ما تبقاش بلال. تا قلتي يعني هاد السميه وكذا قلتيها في الاول، بلاش حنا نرجعو نشوفو هنا 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 قلتيها هنا. صمت صمت معايا، رد البال، سمع. هو كيبيع عليك الشراب ولا الحب؟ اه واخا ولا حسو كتشرب يديوك الحبس، هادي معروفه عندنا في المغرب. اخ ضحكتيني سأل هنا. كمل كمل. شو مالك يا صاحبي؟ ما تسبش يا صاحبي، ما تخصصش الهضره. كمل كمل. دولة إسلامية. والله اخويا الدولة ديالنا والله دولة إسلامية، أنا كنشهد بها. بغيتي ولا ما بغيتيش؟ كمل. الله يمانا يا صاحبي، كمل. يا هادي قال يعني لو ما كانش عنده يمه نسخه ما زوجيتي. وقال كنجول بيت القصيم. عاود عاود بلاتي هنايا شويه هنايا مزيان. كمل نسخه ما زوجيتي كم هو. عاود 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 بالامل، عاود طريف المغضي. ها هادي انت راه مسخوط ربي، بعد انت مسخوط ربي والله الا خاي كنتكلم معك، انت والله مسخوط ربي ملي طاولتي على القران الكريم وكتقول هادي ما ايه ما والو ما كذا، كيخربقوا جهاله. ربي كيقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وانت كتقول هاد مول الكلام. صاحب هذا الكلام جاهل، نعوذ بالله. تعالى الله الكبير المتعالى صاحبي، سبيتي رب العالمين صاحبي. ومع ذلك حنا كنتسناوك باش تخرج شي فيديو ها وتطلب الاعتذار، طلب المسامحة، بعدا تصالح مع ربي. يا ربي سخط عليك، تصالح مع ربي وتصالح مع المسلمين. سبيتي المسلمين وسبيتي الإله المسلمين، سبيتي ربي، سبيتي القرآن الكريم، وطاولتي على المسلمين، سبيتي المسلمين. انت انت بلال عندنا الدليل، حتى الفيديو الآتي إن شاء الله ونكمل معك. دابا عندنا هذا الفيديو هذا كيف ما قلت لك بلال، وغنحكي لك قصة. يعني هذا واحد الموقف من المواقف ديال سيدنا بلال بن رباح صاحب هذا الاسم اللي انت طاولتي عليه وهزيتيه، وانت ما يعني ما فهمتي، ما جبتيش الرجوله كما كنقولوا. كمل كمل. قلت تزول جنسيه، الجنسيه اللي تزولها بلال، الجنسيه اللي تزولها. شوف انا
تهز القرعه صاحبي في يدك وبالعلان. وشنو زعما هادشي هذا؟ شنو دابا قلنا؟ شنو دابا هاد الجنسيه اللي قلتها تحيدها بلال وسبيتي الدين؟ كتسب الدين انت، كتسب الدين انت. بلاص باش نكمل الكلام ديالي، انا قلت لكم سيدنا بلال ياك مزيان، كمل كمل. كيسب الدين. سمعوا سمعوا دابا ينصح الناس ديال اليوتيوب وهيدا بالناس ديال اليوتيوب كاملين. ها انت اللي مدخن، قال لك هو كيقدم محتوى مزيون. كمل كمل. قال لكم اليوتيوب ديال المغاربه، اليوتيوب ديال الجاهلين. كمل. المغاربه ديالنا بعدا، قال بعدا حتى هو اضافنا الى نفسه، يعني حتى هو معانا. كمل. ها قال لكم حتى هو مغربي منو، من يعني مني منكم. قال هيدا كمل كمل. شو قلت شهر اخويا؟ شكون؟ اسمع حشومه عليك يا صاحبي، حشومه عليك. كمل. طلع لهم خوال خاوي بليز، طلع لكم خوال خاوي كدا هادي. كمل. ضاحك الهبال، ماشي واحد قاعد بالعقل وكيبقى عاود بلاد شويه هنايا شويه. قال لكم اللي كيعدل عقله. كمل كمل. ماشي واحد قاعد بالعقل وكيبقى يدخلهم شي حاجه فانكي يسالهم ما تتفرجوش فيها الدين ديالنا. ها هو خصك الهضره وسب الدين، ها هو سب الدين. يعني علاش انا قلت له بلال خصك التسميه ما تخليهاش سميتك؟ بدل اصاحبي، سمي راسك بوش ولا سمي راسك فهمتي، سمي راسك فرعون ولا ما تسهلاش اصاحبي. هادشي اللي عام انت غادي للفراعنه اخي ديالي، ماشي ديال بلال. كمل. صلاح لهم الحماق ولا قيمه الدين ديال المغرب. اسمع قال لكم هاي تور والفكره الناس ما يبقاوش، نطلبوا الله السلام. نعم اخوتي كيف ما كتشادوا بلال، هو غادي شوف انت، هو محي حنا حيت له الصوت دابا، هو بحال شي زايزون كيهضر دابا، هو شوف 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 دابا ضرب لي هذا الفيديو، ضرب لي هذا الفيديو دابا. انت لك خدمتك، وانا قلت لك، قلت لك بلال ما ضربناش الفيديو، طيرتي لنا الفيديو الاخر، ولكن هذا ما طيروش الدنيا هاني. انا ندير معاك اللعبيه عاوتاني، القرايه ديالي دابا نخدمها معاك. بلال كيف ما قلت لك، انت قلت تقطع الاوراق وتحيد الجنسيه، حيد بعد هذيك السميه اصاحبي، اللي السميه ديالك بلال. بدل سميتك اصاحبي، سمي راسك شي حاجه اصاحبي، سمي راسك، بدل السميه اصاحبي، راه ما تستاهلش بلال. انت سبيتي الدين، سيدنا بلال تعذب على الدين، من العذاب اللي تعذب عليه سيدنا بلال بالوربح رضي الله عنه. احد 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 احد، تسبيتي القران وطاولتي وفي وصل بك الطغاوه، في وصلت بك الطغاوه ديالك. سيدنا بلال، بلال راه ما تستاهلش هاد السميه، وهاد السميه الا بغيتي بغينا نقولوها لك خصنا نعكرو فمنا كيما كيقولوا بالسمن والعسل كيما كيقولوا، ما تستاهلش هاد السميه صاحبي. وسيدنا بلال يخرجوها صاحبي الرمضاء وها السحاري، ويحطوه ويحطوا عليه حجره، ومع ذلك كيقول هو احد 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 احد. اميه اللعين يعذب في سيدنا بلال رضي الله عنه، علاش؟ شنو السبب كيعذب به؟ بانه مسلم. لو انت اصاحبي تطاول علينا وتسبنا المسلمين، والله يعفو عليك اصاحبي، توب الى الله اصاحبي. انا كنتسناك تخرج بشي فيديو، ها تصالح بعدا مع ربي، وطلب يعني طلب المسامحه من خوتك المسلمين. وهذا ما كان، انا كنتسناك، وهذا الفيديو هذا راه عندك من دوزلو. يلا خوتي تبارك الله عليكم، وانتم كيف ما كتشاهدوا. في الختام نعاود لكم هاد القطعه هادي، سمعوا اش كيقول، سمعوا سمعوا اش كيقول، شوف سمعوا، عاودنا عاودوا هذا، انا نمشي معاك حلقه وحلقه دابا، سمعوا اش كيقول. انا تصنتوا مزيان، قالك لا سكتي يديوك الحبس مزيان. هو كيبيع عليك الشراب ولا الذهب بالحق الا حصل هو كتهاب يدي واقي الحبس. هو كيبيع عليك الشراب ولا الذهب بالحق الا حصل هو كتهاب يدي واقي الحبس. بس كنتي يدي واقي الحبس، بس كنتي يدي واقي الحبس اوي. هو كيبيع عليك الشراب ولا الذهب بالحق الا حصل هو كتهاب يدي واقي الحبس. مسخوط هاد بلال، والله الا مسخوط اخوتي، بعدا مسخوط ربي بعدا، والله الا مسخوط ربي، والله يعفو عليك يا بلال، الله يعفو عليك، الله يهديك. حتى دابا انت خونا، وخا انت فهمتي سبيتينا، حتى كنقول لك انت خونا، حيت
حنا كيبان فيك بان انت مسلم، ولا كنتي قلبتي دينك ما فرسناش، وبينا خرج قول الحقيقه. خوتي وحبابي تبارك الله عليكم، هذا كان معكم عمر ابو حفص النهيلي صاحب البيرانديات، ما كنضيعش البيرانديات، والله ما نضيع البيراندي. كما كنقول لكم اخوتي، وعفوا اخوتي كيف ما قلت لكم في واحد الفيديو، قلت لكم هذاك اللاعب اللي خشى البيراندي خشاه بيدو مارادونا، السميه ديالو مارادونا. مارادونا هاد اللاعب يعني كان خشى واحد الكون خشاه بيدو وتحسب الهدف. اسمحوا لي اخوتي، يعني شي اصدقاء كنت تكلمت وقلت روماريو ولا ما عرفت شي لعيبه هيدا، وعندي اصدقاء ديالك حبوني وبينوا لي قالوا لي لا راه ماشي هذاك، شو اسمي مارادونا هو اللي سجل الهدف بيدو. وقال لي هذا اخوتي كيف ما كنقول لكم، انا ملي كيبان لي شي بيرانتي ما كنزقلوش كندخلو اخوتي، بيرانتي ما نضيعوش. كيف ما قال حسن خايف واحد الفيديو قالك بانه خشى شي جول خشى من نص الفيديو، خشاه كنت حاضر انا فيها والله الا كنت حاضر. حسن خايف خشى واحد الهدف من النص ديال نص ميديو صيفطها يا خي من جهه اليمن في السوق ديالنا في الملعب ديالنا، عندنا واحد الملعب عشوائي ديال بوبريان وديال فهمتي ديال الفقراء طاح فيها. يلا خوتي تبارك الله عليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تبارك الله عليكم، هذا واحد الميساج لبلال، ومن حقنا نناقدو كبلال، من حقنا علاش؟ حيت انت ماشي ملك، حيت انت بشر وكتخطا، وانت قدام يا بلال فهمتي. والله يهدينا ويهديك، والله يعفو عليك يا بلال. انا كنتمنى منك يعني لا كنت يعني ولد بلادنا بن جلدتنا وكتكلم بلغتنا، اعتذر اصاحبي خرج اعتذر، ولو سبيتي الناس وسبيتي الدنيا يعني يا ربي غفور رحيم، ولكن ها خرج اسيدي وواجهنا قلنا واسمحوا لي وانا سخنت شويه وهادي وما نديوش عليك. تبارك الله عليكم اخوتي، والسلام عليكم. السلام عليكم، ولا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد. دمتم أحرار، والسلام عليكم ورحمة الله.